قبل ما نكمل وتعمل لي سحر بدي ضيفك قهوه كافي ليوكس. يلا اوكي. عندي 2 ان 1 و 3 ان 1 وكابوتشينو. 3 ان 1 3 ان 1 اوكي. افتح 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 بس ما تحطها هون. افتح شو؟ افتح افتح الساشيه بس ما تسقطها بالكبايه. اعطيني اياها. خذ لك بقى. شوف بلشنا. هيدي 3 ان 1 صح؟ اوكي. شوف اذا رح فضي الكافيه بقلب ايدي صح؟ ايه تمام؟ خلي لي هودي معك. رح نفوتهم كثير منيح. هلا انا رح فضيهم هون. بقلب الكبايه. جيبهم بقلب الكبايه تما نجي انت بدك تساعدني تزيح الكبايه ما تخلي تمشي برا، اوكي؟ لا لا زيحها شوي لهون زيح. لا طيب شرويل بدي منك شغله، اعمل ايديك بهيدي الطريقه. ايدي انا؟ ايه تخيل انه الكفايات صاروا بقلب ايديك، بس عدها ثلاثه بتكبهم لعندي. واحد اثنين ثلاثه كب. ليك بعد في شوي هون كب ليهم. ميرسي لك، ليك فعم ينزلوا، لاحظت؟ شوف اذا بنعمل هيك بيرجع بينزل الكافيه كله بقلب الكبايه. حتى هيدي لو 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 بعرف كيف بيقطعوا علي انا هول الاخبار كلهم. فهيدا من الفيديو اللي جاب لي 6 مليون فيوز على التيك توك وكمان ساهم انه الفولورز تزيد عندي. هيدي انا علمتها كيف تخفوا الكافيه. المهم تذوقها بتطلع طيبه. لا ريحتها حلوه. طيب حضرنا اليوم كم شغله. لكن رح تقعد محلي؟ يلا. في كم صح بدك تعمله محلي؟ أوكي. صار اخذ كاميرتي تصورك. يلا تمام اتفقنا. كاميرتي قصدي تليفوني يعني. تليفونك. اوكي. نحن جهزنا الاغراض. اي. اليوم ضيفي شربل رح نعمل. سألني سألني. شربل سؤال، هلا رح اسألك كذا سؤال، بس قبل شو شايف بايدي؟ معنى هذا الفولار. اوكي. عادة ساحر شو بكون معه بايده؟ فولار. فولار او حمامه. او حمامه. وانت جايب الحمامه على الاستوديو هلا. او الشغله اللي بحول فيها اللي هي العصايه السحريه. اوكي. بس نحن حنعمل شغله، حناخذ هيدا الفولار حنكبه بالهواء حتصير معنا العصايه السحريه وبصير جاهز حدنا وهون نحن جاهزين لنبلش. طيب بما انك انت بدك تصور حبيب بدي منك تفتح ايدك. قرب ايدك لحد لهون. انا معي هون طابتين حمر. طيب ماشي. اوكي رح اخذ اول طابه حطها بايدي وثاني طابه معك سكر ايدك علي. شوف اذا بكب الطابه اللي معي بالهواء بتروح بتطير تنزل تفتح ايدك صاروا الطابتين معك. هيدا شيء عادي جدا. بس الاحلى اذا اخذت طابه سوداء لهون وطابه حمراء لهون عملت لهم هيك بينتقلوا لهون. لو حطيتهم هيك خليهم معك. لا صاروا هون. طيب اذا هودي الثلاث طابات نحطوا هون ومعنا كيستين. رح ناخذ اول طابه ورح نحطها تحت هيدي الكاسه والطابه السوداء رح نحطها هون والطابه الحمراء هون رح نكبها رح يطلعوا الطابتين من هون. طيب كثير منيح، بنرجع بنسكر عليها بنجيب هيدا القلم بنشيل الطابه من هون بنكبها لهون تختفي الطابه من هون ويرجعوا بصيروا ثلاث طابات عنا بهيدي المال. بس هو الحلو بهودي ثلاث طابات. ايه الحلو بهودي ثلاث طابات انه كيف ما اخذتهم وحطيتهم بايدك مثلا شوف عملنا لهم هيك كبيناهم لهون كبيناهم لهون كيف ما تكبهم خلص بيروحوا ببطل معنا. وين راحوا الطابات؟ لحظه هاي بدكم تعدوا لي اياها على البطيء. سجلوها على البطيء. دائما ساحر في عنده اشياء بخبي تحت. اوكي لا هلا بدي اعلمك على شغله كثير حلوه انت تعملها وكل اللي عم يحضرنا بيقدر يعملها بالبيت. بما انه هلا موسم المدارس بتعرف الاولاد بدهم قلم تلوين. كله مثلا بيجي بيقول لك بدي قلم ازرق قلم اورانج قلم احمر اللي بدهم اياه. انت ليك تجيب القلم الازرق تعمل له هيك بيتحول لقلم اورانج تعطيه للولد كثير حلو. بترجع بتاخده بايدك هيك بتعمل له هيك بيرجع بصير قلم اورانج. انت اللي بدك اياه هن شو هن قلمين. علمني هيدي. هي رح اعلمك عليها. يلا شوف كيف. اعطينا العصايه انا بحب العصايات. يلا نفضحك. يلا اول شيء هذا القلم بيكون بايدنا بهالطريقه. اوكي كامشينه هيك دائما بدنا نعمل كاش ونخبي ورا ايدينا وهيدا القلم بيكون بهالطريقه. اوكي هون نحن جاهزين لنقدم الخدعه. هو عم ينزل هيدا لهون رح يفوت لجوا ورح يطلع هيدا هيك. كيف بده يفوت لجوا ويطلع هيك؟ بهيدي الطريقه هيك هيك على السرعه. لاحظ السرعه كيف هوب هيك. اوكي لاحظت كيف انا كان مش هيدا من هون وهي من هون هيدا فات. ما المشكله لما تعملوها على البطيء بنحسها مش هي على السريع غير شيء كليا. هي على السريع شو بتصير؟ انا معي قلم ازرق رح اخذ القلم الازرق رح كبه بايدي رح ارجع اطلع لهون رح كبه لهون رح ارجع اطلع رح ارجع احطه. طعجت ايد. اوكي 100%. بس الاحلى من هيدا كله انت فيك تاخذ هيدا القلم الازرق تعمل هيك يختفي بيطلع بيرجع بيجي من هون تاخذها بتفوتها من هون بتطلعها من هون. عادي انت فيك تعملها شربي فيك تعملها خذ القلم الازرق خليه معك وفيك تعملها انت عادي جدا. لا هودي اشياء هاو اللي انا بعلمهم. اوكي الاشياء اللي بتحبها العالم فيها تعملها ببيتها. عملت لي سحر انت قبل مش سحر يعني الخدعه قبل شوي قبل برات الهواء لحدا من الشباب لإلي. عن الهيدي بدك تعمل لي هلا بشوف اذا بتزبط معي. يلا
نحن معنا ورق بقلبه أرقام مختلفة عن بعضها. أوكي. ومن تاني ميل كمان أرقام مختلفة عن بعضها. أوكي. صح؟ بس بدك اللي ستوب. ستوب. هاي. أوكي. تاخد الورقة. تشوفها. تحفظها. تفرجيها للكاميرا. ترجع تردها محل ما كانت. يا. رح حط هودي فوقها. ورقتك وين موجودة؟ بنصه. بالنص. شربي اللي بدي منك تعمل إيدك هيك وتعلي إيدك. تعرف أنت شو عملت هلا؟ لا شو عملت؟ أنت خليت الورقة اللي كانت بالنص تطلع وتصير أول ورقة. هاي ورقتك؟ إيه. طيب شوف رح نرجع نكفي. لحظة لحظة كيف لا 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 التكنيك خلصت رح ناخذها ونكبها. بس أوكي. بدك اللي ستوب. ستوب. هون؟ إيه. رجع عمل إيدك هيك، كان فيك توقف على الخمسة. عمل إيدك هيك وعليها. كمان كثير منيح، رح نشيل هيدي الورقة اللي أنت عملت عليها ستوب ووقفتها. قوم بقى خلينا خلص وقفني على الخدعة. لا لا الأحلى الأحلى إنه إذا بتعمل هيك بس كل ما بدك تعمل بإيدك هيك ترجع بتطلع أنت بتحطها بتصير هون، تحت منها في رواه وهون في القاس، وحتى لو كبيت هيك كمان رجعت صارت هون، بس الأحلى من هيدا كله إنه أنا خدعتك، بتعرف ليه؟ لأنه طلع بالورق كله ثلاثات؟ كله ثلاثة بستوني بس هو بالحقيقة فكرت حالي أنا صار لي شيء. لا لا هو في وحدة بس إذا بتاخذها بتحطها بإيدك بتطلع من هون بتجيبها بتحطها أول ورقة بتعمل هيك بتفتح الورق ورق كله عادي ما في غير ثلاثة بستوني واحدة. اسماعيل بستوني ثانك يو شربيل بستوني 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 ثانك يو ثانك يو.